ذلك في مدينة مانشستر، والمواجهة الثنائية بين يورغن كلوب وبيب غوارديولا، الثنائية الأفضل على الإطلاق في أوروبا وفي العالم حاليا، مواجهة من أجل حسم اللقب بدرجة كبيرة، لأنه لا يمكن الحديث عن الحسم النهائي للقب في هذه الأمسية، ولكن إذا فاز فريق مانشستر سيتي يصبح الفارق 4، وإذا فاز ليفربول يصبح الفارق نقطتان لفريق ليفربول الذي كانت تنقصه 14 نقطة في بداية الموسم عن فريق مانشستر سيتي. ضربة الانطلاقة أعطيت فريق ليفربول على يدخل دي بروين تصيد بابا جول، ما أروعك يا دي بروين، يا لا من بداية لمانشستر سيتي، ملعب الاتحاد ينفجر، جول لمانشستر سيتي الدقيقة 5 من علها الكينج. أكثر يخسر هذه المباراة كرة لصالح جون ستونز، أرنولد لصلاح، التغطية الدفاعية من هنالك من قحة صلاح مع أرنولد يرجع لي من روي يوي. يا فيرجيل يا فان دايك ماذا فعلت؟ يا فيرجيل يسرى الكانتر ليماني، والتغطية من رود أرنولد لصلاح، صلاح رايع الكرة هذه تو سيلفا، يغير براو على جهة اليسرى توصل بحثا عن ساديو ماني، والتغطية من ووكر روبرتسون، خطيرة صلاح بابا جول، دياغو جوتا وجول. هذا هو ليفربول الذي قلت لكم عنه منذ حين بأنه لا يفشل. ليفربول يعدل النتيجة 7 دقائق بعد هدف مانشستر سيتي، يا لها من لعبة ويا لها من عصر فريق ليفربول، والتفوق من فابينيو يلعبها لجوتا، جوتا في جلب وإخراج اللاعبين بتاع مانشستر سيتي، اوبا با 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 صلاح ويلتقطها إيدرسون، كرة في العمق، اي 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 انت برج ايفل تراقب كل شيء وتدعم، رحيم يرجع للخلف فتزيد بين احضان الحارس اليسون، هذه الكره من جابرييل جيسوس. 7 دقائق، قريب من لابورتو، قريب من جون ستونز في التغطيه، رجعت لايدرس، راح صلاح من روي. المهم ليس الظهور، المهم هي الفوز والتسجيل. كيف يدير فودير بابا خطيره، وصاديو ماني، برناردو مازال التوزيع والدفاع، رودري والركنيه الاخرى، رد فعل قوي من جانب لاعبي فريق مانشستر، الخطوره مازال اندرسون، اوي اوي قتلتها يا اندرسون، اوي اوي كانسيلو يرفع كرة مرة ثانية قصيرة، الرايعة جول كانسيلو، غابرييل جيسوس جول. من أين خرج هذا القط؟ من أين خرج هذا الثعلب؟ من أين خرج هذا الذئب؟ هكذا يفعلها غابرييل جيسوس، رايعة كرة كانسيلو لمحمد صلاح، صلاح كرة ممتازة خطيرة، ساديو ماني بابا جول. لمحمد صلاح او حبه ما يكونش اكلك كتير الفتره دي، السوداني يعني، مع السودان دي تجربه نجحت معايا، معرفش انت هتجربيها هتنجح معاكي ولا لا، بس بالفعل انا ما باكل سوداني نفسي فعلا بتتسد خالص.